أجنوديس طبيبة اتولدت في اليونان سنة 300 قبل الميلاد. لما كبرت أجنوديس كان ممنوع على النساء انهم يدرسوا الطب، فراحت قصت شعرها واتنكرت في لبس راجل ودخلت مدرسة الطب في الأسكندرية. خلصت أجنوديس الدراسة ورجعت على اليونان. في مرة كانت ماشية في الشارع سمعت ست بتصرخ، جريت على الصوت لقيت الست بتولد. حاولت تساعدها لكن الست رفضت طبعا انها تلمسها لانها فاكره انها راجل، فاضطرت أجنوديس انها تخلع هدومها عشان تثبت للست انها مش راجل، وبالفعل قدرت تولدها. طبعا الموضوع انتشر بين الستات وبدات كل مريضه انها تروح تتعالج عند أجنوديس. مين بقى مدغاز وهيطق؟ الدكاترة الرجالة اللي فاكرينها راجل أصلاً، واتهموها إنها بتغوي المرضى الستات، وده عرضها للمحاكمة. ولما وقفت أجنوديس في المحكمة وأثبتت إنها ست مش راجل، اتحكم عليها بالإعدام لأنها درست الطب وامتهنته وهو ممنوع قانوناً على الستات. حصل ثورة نسائية كبيرة وتحديداً من زوجات القضاء اللي حكموا عليها بالإعدام، وهددوا بإنهم هينتحروا انتحار جماعي لو اتنفذ حكم الإعدام على أجنوديس. وبسبب عدم تحمل القضاء والحكام ضغوط زوجتهم تم رفع حكم الإعدام عن أجنوديس، ومن وقتها تم السماح للستات بدراسة وممارسة مهنة الطب بشرط إنهم يتخصصوا في أمراض النساء فقط. سلام.